أعزائي المشاهدين متابعي برنامج في عيونهم، حياكم الله وحلقة جديدة من هذا البرنامج اللي من خلاله نجوب المنطقة الشرقية ونعيش حياة الأول بين المهن القديمة والحرف اليدوية. نحن اليوم في منطقة اللؤلؤية وبالتحديد من حارة السدرة، ولوحتنا بتكون عن صناعة الدوابي أو القراقير اللي نصيد فيها الأسماك، طبعا هاي مصنوعة من الأسلاك الحديدية. بيرافقنا في هذه الحلقة العم حسن الأستاذ ويخبرنا عن تفاصيل هذه الصناعة، تابعوني. السلام عليكم ابو محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ابو، حياك الله. يا مرحبا يا اخي، شلونك شلون الاولاد؟ الله يسلمك ويجيك. الله يحييك وسهلا. هذه القراقير او الدوابي، قبل تينا الاسيام الحديد هاي، هذا كيف كنت تسووها؟ من خوص مال النخل. خوص النخل الجريد. الجريد. ايه. نتدها نقص الخوص اليابسه، مو الخضره اليابسه. ايه. ونقص الخوص هذا للورق. ايه. ونبط نسوي نبط يعني كميه يمكن 20 30 حبه. ايه. ونقعد في البحر يومين ثلاث ايام لغايه ما يلين. اها. او في الحوض مال النخل. في المزرعه. هي. اذا الان نقوم نشرخه تشريخ. ليش؟ لان ما يتكسر. زين. اذا يابس يتكسر. لما يلين كنتوا تقدرون تتحكمون فيه انتم حتى في الطوي ماله. نتحكم فيه في الصناعه ماله في هذا يعني لاين الخوص لاين. حلو. هذا قراقير مال العسف. مال النخل. الحبال اللي تربطون فيه ايضا من النخل من الليف. من ديف من ديف. يعني القراقير قبل الدوابي هذه كلها كانت من النخله 100%. كلها اول النخله من كل شيء فيها. هي. من الحبال، من الكرب، من السقف مال الحجر. ما شاء الله. من العريش، حتى العريش عملونه. زين عمي، الحين الدوابي هذه الان بعد ما جت الاسيام اصبح فيه احجام، شو احجام الحين؟ هاي احجام نسوي على حسب حسب الطلب يعني صح؟ حيو. اللي يبغي باعين، اللي يبغي باع ونص، اللي يبي ثلاثه الا ربع، اللي يبي ثلاثه، نعمل على حسب طلب اللي يبغيه من السيم. طبعا القراقير او الدوابي جماعه الخير هنا لصيد الاسماك. واليوم لوحتنا عمي حسن بتكون عن صناعه الدوابي او القراقير. بس الحديث عاد مو مال القبل. لان هذا مال النخل. اي. ياخذ شهرين ثلاثة اشهر بس يذوب. الحديد يعمر تقريبا على حسب السيم الاصلي. أيه. 7 شهور 8 شهور يبقي، ولا سيم العادي لا بس 4 اشهر ويحلي وغيره يذوب. يعطيك العافيه ابو محمد، واحنا عاد لوحتنا بتكون عن الدوابي وصناعه الدوابي والقراقير بالاسيام، طبعا مو بيسعف النخل او يريد النخل. واللوحة مثل ما قلت لك بتكون إن شاء الله مبسطة جدا عن صناعة القراقير أو الدوابي. يعتبر القرقور أو الدوابي باختلاف مسمياته أحد أهم أدوات صيد الأسماك قديماً في دولة الإمارات،
وكان الأهالي يصنعون القرقور قبل الطفرة الاقتصادية من جريد وعذوج النخيل، لكن مع مرور الزمن تطورت صناعته باستخدام الأسلاك المعدنية. تستغرق مدة صناعة القرقور من يومين إلى 3 أيام، وهو عبارة عن أقفاص حديدية على شكل نصف دائرة له مدخل مخروطي يضيق في طرفه الأخير ويتنوع في الحجم بين كبير ومتوسط وصغير. تشكل صناعة القراقير واحدة من الحرف والصناعات التراثية القليلة جدا والتي لا تزال موجودة حتى يومنا هذا، يحفظها أبناء المهنة عن ظهر قلب لتسكن الذاكرة الشعبية ويورثونها للأجيال القادمة. أعزائي المشاهدين، وانتهت حلقتنا لهذا اليوم من منطقة اللؤلؤية وبالتحديد من حارة السدرة، لمهنة من المهن الجميلة التي تعود بنا إلى ماضي الأجداد وكيفية صناعة القراقير أو الدوابي لصيد الأسماك. لوحتنا اليوم كانت عن صناعة الدوابي، واصطحبنا معكم اليوم العم حسن الأستاد، أعطانا نبذة جميلة جدا عن تاريخ وصناعة القراقير أو الدوابي. نشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة.